وزارة الآثار واللي أعلنت استلام البخارية النحاسية الخاصة بالبوابة الرئيسية لمسجد القاضي عبد الباسط في سكة الخرنفش بحي الجمالية واللي اتسرقت في 2014 على يد أحد اللصوص. نجحت شرطة السياحة والآثار في القبض عليه ومصادرة المسروقات اللي كانت معاه. والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أكد أن الشرطة تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته جزء من حشوات منبر مسجد جاني بيك وكمان أحد النصوص الكتابية من مسجد أحمد المهمندار بالضرب الأحمر، وإنه تم تركيب البخارية النحاسية الأثرية على باب المسجد وأعادتها إلى مكانها مرة تانية. حابين بقى نعرف تفاصيل أكتر عن القصة دي من دكتور جمال محمد مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك اهلا. وبالساده المشاهدين. يعني احنا من 2014 القطعه مسروقه وتم استعادتها الحمد لله في 2019، يعني عايزين نعرف ملابسات الحادث وكيف تم استرجاعها، التفاصيل. الحقيقه في 2014 وما بعدها لفتره حوالي 4 أو 3 سنوات كان بدات فكره سرقه الكثير من الحشوات، المساجد والمدارس والمباني الاثريه خاصه الاثار الاسلاميه باعتبارها انها مباني متواجده في الشوارع وفي مناطق فيها سكنة وتواجد للناس. ففي الفترة دي كان تم سرقة لمجموعة من الحشوات وكان من ضمنها نصف البخارية الخاصة بمدرسة ومسجد القاضي عبد الباسط في الخرنفش. الحقيقة من اللي كان في الفترة اللي فاتت دي كان في توجه من وزارة الآثار أو من الدولة بشكل عام لحصر كل العناصر الأثرية وتسجيلها، وبالتالي بقى من السهل جدا ان احنا نعرف ان العنصر الاثري اللي اختفى في توقيت ما نقدر نعمل بيه نشرات ونبدا من خلال الاجراءات الامنيه بالتعاون مع وزاره الداخليه وكل افرعها ان احنا نوصل لهذه القطع اذا كانت موجوده في مصر، واذا كانت خارج مصر بنقدر بالطرق الدبلوماسيه وباستخدام القانون في الخارج من خلال السفارات المصريه ان احنا نستردها. وده في الحقيقه في خلال السنه الماضيه والسنه اللي بتسبقها حقق معانا كوزاره اثار حصول على العديد من القطع سواء كان في الداخل او في الخارج، منها النصف البخاريه اللي تم تركيبها صباح اليوم. وفي الحقيقه ان المجهود طبعا الكبير قامت به وزاره الداخليه بكل افرعها واقسامها الى ان توصلت للسارق، وتم تسليم السارق للنيابه واحيل للمحاكمه وحكم عليه وحاليا هو مسجون. طيب ده شيء هايل جدا، بس دكتور جمال الاهم طبعا من استرجاع الاشياء والاثار بتاعتنا هو ان احنا ما نكررش الغلط ونقع في نفس الفخ مره تانية ونسيبها بدون حمايه او حراسه معينه مما يعرضها للسرقه مره اخرى. ممكن حضراتكم بتعملوا ايه في القطاع علشان تحافظوا على سواء الاثار الموجوده بالفعل او اللي تم سرقتها واستعادتها؟ هو الحقيقه احنا عندنا شقين، الشق الاول هو شق التامين وده بيتم من خلال وزاره الاثار بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الاوقاف. اما الشق الثاني فهو شق توعوي، احنا الاثار دي موجوده في الشارع، صعب جدا احط قدام كل عنصر اثري فرد امن، ده صعب جدا، فاحنا بنقوم من خلال الوعي الاثري في وزاره الاثار حاليا بالتنسيق مع كل الجهات المعنيه في الدوله سواء كانت وزاره الثقافه، السياحه، المحليات، بان احنا بنحاول ننشر الوعي للسكان المقيمين حول هذه الاماكن. هل متاح وضع كاميرات يا فندم ولا ما ينفعش؟ حقيقي في بعض الاماكن فيها كاميرات والبعض الاخر بيبقى الكاميرات فيها صعبه جدا، يعني صعب بيبقى صعب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال محمد مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه بوزارة الآثار.